السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة من حلقات القناة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلام. الآيات والنذر الربانية القادمة لن ترحم أحد. إيه اللي بيحصل على مستوى العالم؟ الأمور غير طبيعية بالمرة. هنطوف اليوم في هذه الحلقة بإذن الله في جولة حول العالم علشان تعرف أن الأرض تمهد، وأن الأرض تهيأ، وأن الأحداث التي تدور الآن في العالم على جميع المستويات، ومنها الظواهر اللي هما بيسموها طبيعية وهي ليست طبيعية بالمرة، إن دلت إنما تدل على أن الأرض تمهد لحدث عظيم بات واضحا جدا للجميع، أن هذا الحدث هو الظهور المبارك للإمام المهدي. ده وجهة نظرنا واللي احنا شايفينه. تعالوا نبدأ مباشرة. السماء، شكل السماء دايما تركز معاه وتشوف شروق الشمس في ألاسكا. نبدأ بالمشاهد بتاعت شروق الشمس في ألاسكا. طبعا احنا شايفين مشاهد غريبة جدا جدا، ولون وشكل الشمس في ألاسكا غريب جدا جدا، ويعني شكل الشمس إنما يوحي أنه يعني غير طبيعي بالمرة. كمان تعالوا نشوف شكل الشمس فين. شكل الشمس في أونتاريو بتاريخ 6 يونيو 6/6/2023. شايفين الشمس شكلها غريب جدا جدا، حمار الدم. شمس شكلها حمراء بصورة غير طبيعية. هل يا ترى هذه تأثيرات أكسيد الحديد الناتج عن النجم؟ عندنا النهاردة مقطع فيديو من اسكندرية غريب جدا، بيورينا برضو مشهد من مشاهد السماء الغريبة اللي حصلت في اسكندرية النهاردة. تعالوا كمان نشوف البراكين تضرب العالم. بركان أيسلندا اللي بيظهر قصادنا، هنشوف الفترة اللي جاية براكين كانت خامدة منذ فترة وهتبتدي تصور زي المشاهد اللي بتظهر قصادنا في أيسلندا. البراكين يعني هذه الظاهرة اللي مش قادرين ان هم يعطونا اي تفسيرات علمية، وهذه البراكين ستكون لها دور كبير جدا في احداث النهاية. تعالوا كمان نشوف بركان هاواي اللي بيثور مرة اخرى كما تظهر امامنا على الشاشة مثل هذه المشاهد. طبعا استحالة تكون كل هذه المشاهد من قبيل الصدفة او انها امور اعتيادية. طبعا امور غير اعتيادية بالمرة. صحراء تبوك باللون الابيض، الثلوج تفرش وتفترش في تبوك بصورة غريبة جدا. لازم نعرف ان تبوك من الاماكن ان الثلوج موجودة فيها في فصل الشتاء دائما، يعني هذا للامانة، ولكن في هذا التوقيت بهذه الكثافة بهذا الشكل حاجة غير اعتيادية والناس مش متعودة عليها. كمان تعالوا نشوف المغرب، البحر بالالوان. بحر واحد في المغرب ولكن الألوان مختلفة. فيديو غريب جدا جدا. تعالوا لمدة دقيقة ونص دقيقتين نشوف هذا المقطع ثم نعود إليكم. السلام عليكم. الخوت شو جبرتوني في مرسيل، شو كيف عاملة؟ عجيب غريب هذا الشيء. واحد المسافة من البحر، يعني البحر لون في جوج الألوان. هذه مرسيل مباشرة الآن من مرسيل. شاه مرسيل الآن سبحان الله. هادشي كيفاش عامل؟ سبحان الله سبحان الله. حنا غادي نمشيو دابا للبحر ونشوفو كيفاش عامل دابا. شاه حنا غادي نقربو. شاف شوف، بلاتي نقربو شوية ونشوف. شاف شوف 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 شوف. أوه شي شكل شي شكل هادشي. سبحان الله. شاه شاه شاه
هاد البارتي الاولى واحد 300 متر ولا شحال بلون، والباقي بلون، والباقي بلون. عمري ما شفت هذا المنظر خصوصا في مرسي. شاهد مباشرة من مرسي الآن، مرسي الآن، مرسي الآن، مرسي. مشاهد غريبة جدا جدا. ولو تفتكروا ان احنا من يومين عرضنا ليكم مشاهد في تونس وقلنا ان البحر كان باللون الاخضر، وطلعوا ردوا قالوا بسبب التلوث وبسبب الرائحة الكريهة اللي كانت موجودة، التلوث وما الى غير ذلك. طيب تعالوا قولوا لنا بقى البحر ازاي بالالوان المختلفة، البحر جزء لون والجزء اللي جوه لون تاني، بحاجة غريبة جدا جدا. ونترك ليكم بقى التعليقات تقولوا لنا رأيكم ايه في هذه المشاهد. تعالوا كمان نشوف مقطع فيديو بالصوت والصورة، كان في اسكندرية النهاردة، ايه اللي حصل في سماء اسكندرية، وتعالوا نشوف شكل الشمس ايه، وازاي الناس مستغربين زي صديقنا اللي ارسل الينا هذا المقطع. تعالوا نقعد لمدة دقيقة ونعود اليكم. السلام عليكم يا شيخنا، لتاني مرة شيخنا النهاردة. تمام، بصوا الشمس يا جماعة عاملة ازاي، فين الشمس بقى اصلا، فين الشمس؟ هل ده وضع طبيعي يا جماعة؟ عارفين درجة الحرارة كام؟ درجة الحرارة النهاردة معدية 31 اسكندرية. طبعا الناس المستفزة اللي بتقعد تقول لا ده وضع طبيعي، انا نفسي اعرف فين الطبيعة كده، يعني فين الطبيعة؟ من امتى واحنا في الشهر ده بيجي معانا الجو ده كده يا جماعة؟ ها؟ احنا للأسف من كتر طعم الوحش ما بيناش عارفين الصح فين والغلط فين. ادي شيخنا الشمس اهي، ادي الشمس. عايز اقول لكم درجة الحرارة معدية 31 اسكندرية. طبعا ده فيديو تاني، انا مش عارف والله اقول ايه، ربنا يسلم. بس بصراحة هي الدنيا خلاص اتملت كلها يعني معاصي، وكلها يعني ربنا يعجل بصراحة ويستخدمنا يا رب ولا يستبدلنا. شكرا. فعلا كلام غريب جدا، وشكل السماء وشكل الشمس غريب جدا. عمرك ما يعني تاخد انطباع ان هذا او هذه المشاهد في فصل الصيف، مشاهد كأن احنا في فصل الشتاء، وده اللي احنا بنقوله ان في فصول السنة كلها ممكن تشوفها في يوم واحد، وتشوف خلل كبير جدا في المناخ. التأثيرات واضحة ايها الاحباب، والنظر الربانية مستمرة. بحر العرب، ايه اللي بيحصل في بحر العرب؟ اعصار بحر العرب في الطريق الى هذه الدول، الامارات وعمان والبحرين واخيرا السعودية، اعصار كبير بيحذروا منه. احنا بنشوف الايات والنظر الربانية بتتحقق بقوة، وزي ما بيظهر قصادنا في الخريطة شكل الاعصار واتجاه هذا الاعصار زي ما بيظهر قصادنا، واحنا بنرتقب وبنتابع هذا الاعصار، لان الخبراء بيتكلموا انه خطير جدا جدا. واحنا هنشوف الاعصار ده نتيجته ايه، ويعني وهنراقب الأمر عن كثب. الحرائق بتاعت كندا، هل هي مفتعلة أم طبيعية؟ الحرائق اللي قاعدة بتزداد وشكل مش عارف أقول لكم إيه الأثر الناتج عن هذا الدخان، الله أكبر. هل من الممكن إن الحرائق بتاعت كندا تعمل الشكل اللي بيظهر قصادنا دوت؟ هل من الممكن ان تكون مفتعلة؟ فيه فيديو جالي، والفيديو ده عايزكم تتفرجوا عليه ونشاهده مع بعض، ان طيارة بترش نار على الغابات زي ما بيظهر قصادنا دلوقتي، وهذا المشهد ان صح يدل بما لا يدع مجال للشك ان هما
في الحرائق مفتعلة وبيخفوا شيء ما، في شيء معين بيحاولوا ان هم يداروه. زي ما بيظهر قصادنا حرائق، نار، طيارة بترمي نار، ما يعني مشهد غريب جدا. واترك ليكم التعليق وتقولوا لنا رأيكم ايه في هذا المشهد، مشهد غريب جدا جدا وحاجات غريبة احنا اصبحنا بنشوفها. بارك الله فيكم ايها الاحباب، شارك هذه الحلقة على جميع المنصات، ولا تنسونا من صالح الدعاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.